بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وتحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أقيمت هذا اليوم الجولة الثالثة من سلسلة سباقات بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل بمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات العالمية، وذلك ضمن السباق 15 لهذا الموسم. السباق أقيم على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموه سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وقد أناب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة لتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة ملك إسطبل المزدهر كأس الشوط الثاني من سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، والذي قام بتقديم كأس الشوط الأول إلى عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط السابع إلى السيد خالد عبد الرحيم، وكأس الشوط الثامن إلى الملك الفائز عبد الله فوزي ناس. فيما قدم السيد تاج فل مدير عام شركة هيتسمن كأس الشوط الثالث إلى الملك الفائز هادي العفو. كما تم تتويج الفائزين بالجولة الثالثة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، حيث قدم السيد عثمان أحمد الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي للشوط الدولي الخامس كأس العاديات إلى الملك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، بجانب تقديم جائزتين للمضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط. فيما قدم السيد علي حبيب قاسم والسيد كريم ترك ممثلي بنك السلام الراعي الرسمي للشوط الدولي السادس كأس الوسمية إلى الملك الفائز بيتر فير، بجانب تقديم جائزتين للمضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط.